السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دعم السلام للجميع. طبعا يا اخوان، بلاغ عن افعى بجانب منزل. شو الافعى؟ شو نوع الافعى؟ ما بنعرف. خلينا بس نوصل في بتونيا اخر البلد. طبعا للاسف معي عصا خربانة، كل العصي بتخرب. قد ما جبت عصي، يا الله، مرة جبت 50 عصا اخوان، والله وزعتهم لله تعالى للناس تزكت فيه. ادخل على اليمين، الطلعة هاي اللي من عند دار شو اسمه، ولا كمل دغري اطلع. الطلعة على اليمين هاي اللي بتودي عند دار جمعة، هاي نطلعتها. خليك معي شوي، بعدين شمال، هاي شمال، بعدين هاي. السلام عليكم. نقطة راسي. وين؟ جوا. وين جوا؟ كيف حد الحد كان من عندها؟ لا. الحد حشرها؟ حشرها الحد. كيف؟ لا. حيّ. وين جمال؟ كيف الحال؟ تابع على تيك توك. يا هلا بتنوروا. السلام عليكم. حيّ. يلا. يلا امشي يلا، خلي صور جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. شو حشرتها؟ والله هي دخلت هناك، سحبت الخزان فوق مشان لها في الزيحة. وين هالكيت هي؟ ورا ورا؟ ايه. مش مخزوق تحت؟ لا 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 لا. طيب. كبيرة؟ والله ما بعرف، انا شفت ذبتها اللي معها بتقول هي زينة. طب هذا الخزان ثقيل في مي؟ لا بطيته. بطيته؟ طيب يلا. خلينا نزيحه شوي. تحت الخزان. ارسم ارسم، استنى شوي بدنا نميل الخزان بس. ميل 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 ميل. تمام تمام. بينت معك محمد؟ لا. تخافش تخافش تخافش. جيب الخزان له يعني. بينات؟ هاي 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 شوف وين تطلع. شردت وين رايحة؟ فلت البوتي. هاي تياسة الضوابيج سريعة. حكيت الرجل خزال أورا مرة واحدة. ارجع 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 كمان. تاني جاي جننتيني قد البسة وجننتيني. لا مش سامة. زي السامة، زي حي السامة، تشبهها بس هي مش غير سامة. بس لو هذيك هات لك هات لك اعطيه الزجاجة. هات النية. جننتيني رايحة بتشردي لي هان وهان وهان. اهدي. لا تعض.
الخزان علي بس عبد الخزان يا ما بقدرش انا نزيحه صلى ساعتين كان عندي 1500 جنيه شو بدي ازيحه وفيش مي المي المشكله 1500 مي عندنا في البلاد امبارح نزلت عين عريق عبيت كوب مي انقطعنا والله العظيم بطلوا يجيبوا لنا اياها على الدور شايف لك يا ابو بكفوش ولا شيء ولا شيء بدنا نروح والله مستعجل والله مستعجل اول مره بتخش الدور مستعجل مستعجل ضعرها بدي خليها راحت خليها راحت صورتها معي كمان عم نلف بطول الفيديو جميعا قاعده بتنفخ قاعد ما اضل على الخم غير ما معط الذنب تنفخي خليت تعب شوي هذا جاي من الارض اللي هاني سلام عادي يا زلمه هذول البكلاويات مهن معبيات بين الدور معبيات يلا مريم لا تجنني كل الحياه بتدخل ما بتغلبني هاي طاله جمال بكلاويه هاي غير سامة غير سامة كلهم مش سامة مش سامة بس لا لا شو بعرفهم في البقلاوية ما أنا بعرفهم شفت امها يا إلهي إنها تريد أن تلدغ أكيد عشان ما تغلبني حط عكسي ولا لا عاد دائما بفوتن معاي بس عنيدة هذه عنيدة لا حول الله يا رب 16 بس عندي حوالين الدور روح اللي كربت عليها يلا الله كيف احسن شفتمها اكبر منها في هوا 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 تعال كيت يلا 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 جاهزة في مي بس أنا غس حنفية فيها أنا قريبة هون هات كمينة هات كمينة هات كمينة بس غسل مار عشان الحياة يا الفاضي الحية مش محرزة بس الناس ما بتعرف يا اخوان انه الحية هاي سامة مش سامة في ناس كلهم الحية غير سامة بقول لك هذا شو بحكي الحية عندهم حية خلص فهمتوا علي هذول البكلويات عندنا بحب نعشن بين الضوء ملان زيهم وهي اكثر حيه بتشبه الحيه السامه يا الله